المي مثلا اذا بعته راح تستفيد اكثر صح؟ استفيد في الاخر اكثر احسن. شنو امنيتك؟ شنو الشيء اللي خاطرك فيه؟ منقول يا رب يجيبوا ربنا كله حلو، الله يرزقه ان شاء الله يا رب. قبل كم يوم شفنا فيديو لشخص كبير بالعمر راعي برد موجود بالري. هذا الفيديو اللي انا شفته كان عباره عن شنو؟ يعني انا ما عندي كاش، عندي كنت. اللهم صل وسلم عليه. بخير خير كوت يا ابوه، ما دام تعدمت الدنيا اكل. انا بقول لك لا انا اكلت ما ناخذوه، ما تديني دينار 10 دينار. صدقك الكلام هذا؟ اه والله انا طريق تقدر. انت من وين؟ انا من سوهاج، انا طريق تعلم. يعني مصري؟ مصري. من سوهاج؟ من سوهاج. الله يحفظك. نحب الكويت والله يحفظها. الله يعزك. اليوم قررت ان اسوي تجربه وراح اروح بنفسي حق هذا الشخص واشوف هل هو راح يتصرف معي نفس هذا التصرف اللي سواه مع هذا المواطن ولا لا. السلام عليكم. في ماي بارد؟ كم هو؟ خير الكويت ببلاش وعادي يا بابا. زين واذا برد؟ اعطيك لا والله. والله اي واحد عادي نفسك فيه. لحظه بس تذكر ده تبقى انا مسامح صح؟ انا كلمتهم على اساس. السلام عليكم. الخربه هلا يا بوي. اقول لك يمكن انا كلمت واحد على اساس يجيب لي الفلوس، ما عندي بالجنب. انا مسامح يا بابا. ليش مسامح؟ انت ما اعطيتني مجال حتى اقول لك انا ما عندي فلوس بالجنطه. يا بابا انا خير الكويت، لا انسى فضل الكويت، وانا رجلي 30 سنه بالكويت هنا ولا انسى فضلكم. انت الحين توقف بالشمس صح؟ يمكن 3 أو 4 ساعات وبالليل بعد الحر. يا اخي بالليل الساعه 11. اوكي ليه الساعه 11؟ زين؟ انت هذه رزقتك صح؟ ليش تعطي الناس يعني شيء ويمكن هو عنده فلوس؟ لا محبه بالكويت، اصل ما فيش واحد بيقول لك انا ما عندي، انا بقول انا عندك كنت. وروح ياخذ عيال ويبكوا وروح يمشوا بيهم، اطير اعبي كيس واطير اوديه لهم. طبعي والله العظيم انا طبعي كذي، انا عمري 55. الله يطول بعمرك، كم سنه بالكويت؟ 30 سنه. 30 سنه؟ ها لا. ومن جيت تشتغل راعي برا؟ مشيت من مصر على البرد، وكل الناس حبايب، كل الناس متحبنا. انت معروف، انا بس شفت الفيديو بالتيك توك ابو مريم قاعد يعطينا برد، ابو مريم يعطيني ماي. كل قبل بالطريق يقول انت ابو مريم، اقول بقول انت على التيك توك تبدينا برد، اقول فضل والله ما اخذ. يعني هم بعد الفيديو صاروا يصورون. اللي قاعد تسويه نوع من انواع العطاء. صح؟ من وجهة نظرك انت شنو يعني العطاء؟ ما اي واحد فقير محب يدي اكثر من الغني. حلو؟ يا اما يجيني واحد بقول لك ما يبكي في عياله 5 و6 وعاوزين نبرد يا بابا، والله ما في عندك كنت. انا بقول له يا عم صلي على النبي، عيب يا عم، نحن ناس مصريين وناس حبايبكم واخواتكم، اعبي كيس ابص على كم فرد واحط كم فرد مي واديه له. شنو الاشياء والمواقف اللي صارت معك بالكويت خلتك تحب الكويت لهذه الدرجه؟ اشياء حلوه كثير، يعني ما اقدر اعبر، يعني لو قلتي لي اعبر 50 سنه مش اعبر، مش اقدر اعبر عن حبي في الكويت. انا في رمضان كنت اوزع مي ببلاش. شنو اكثر الاشياء اللي تحس انها هي متعبه بهذه المهنه؟ قعدتي قعدتها بالشمس، شوف صباعي من الشمس مسك الحديد هاي اللي دعتني الحار. كم طفل عندك؟ انا عندي 2 وعندي 6 أحفاد والحمد لله. يعني وهم شافوا الفيديو بعد؟ شافوا الفيديو وفرحوا بي. فرحوا، شنو قالوا لك؟ قالوا والله يا ابا رفعت راسنا ورفعت راس المصريين. انت توقف هني قدام سنتر بوينت بالري. نعم. وين بعد؟ ولا بس هني؟ بس هني يا ابو، نسيت ما جيت للكويت، المكان دي للطياره للبيت. تطلع تقعد على البحر؟ ما اجي ناكل عيش ونطلع البحر. اي تستانس؟ لا في حياتي ما رحت. اخر سؤال تفضل. شنو امنيتك؟ شنو الشيء اللي خاطرك فيه؟ منقول يا رب يجيبوا ربنا كله حلو. يعني ماكو شيء بخاطرك؟ بخاطري يجيبوا ربنا حلو بس. ترى احنا قبل شوي كنا نتكلم عن العطاء، الحين نتكلم عن الرضا. وماله في الرضا بالله، يعني انا مديني انت 100 فلس اخذها فرحان به، مبسوط نعمة الحمد لله. بس في ناس تقول لا ما يكفوني. لا لا لا، دي قناعي، دي قناعي، ما انا مودين ما انا موزع ببلاش قناعي. يعني انت اليوم راضي ومرتاح؟ الحمد لله نشكر ربنا. انا راح اقول حق الناس بالتقرير، ابو مريم مكانه بالري. بالري سنتر بوينت. قدام سنتر بوينت. الغزالي. الغزالي. الشيء الحلو اللي تعلمته اليوم انه مو لازم انت تكون شخص غني او عندك وايد اشياء عشان تتعلم معنى العطاء، هذا الشخص شخص جدا بسيط، ما عنده اشياء وايد، ولكن هو حب انه يعبر عن محبته للكويت والافراد اللي يعيشون على هذه الارض بهذه الطريقه، انه يعطيهم ماي او برد مجانا، هو قاعد يعطي بدون لا ينتظر المقابل.